تنطلق غدا الجمعة بمدينة شرم الشيخ دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء بحضور الشباب الإعلاميين. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مدينة شرم الشيخ الزميل وليد هيكل مراسل أخبار مصر. وليد، بعد التحية، أبرز ما ستركز عليه هذه الدورة، دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، وأيضا ما هي الشرائح والفئات المقترحة التي ستتلقى هذه الدورة؟ نعم محمد، بالفعل من خلال كاميرا قطاع الأخبار نتابع معكم احتضان مدينة شرم الشيخ لفعاليات ندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، والتي تأتي بالفعل بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء. أما عن الفئات التي سألت عنها محمد، فهي بالفعل تهتم هذه الندوة والدورة في آن واحد من شباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني. لكن مزيد عن هذه الندوة، يسعدنا أن ينضم معنا الآن سيادة وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة الوزير، ماذا عن أهمية هذه الندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة؟ كذلك مع انعقاد هذه الندوة تأتي بالفعل قافلة دعوية مكونة من أئمة الأوقاف وواعظات الأوقاف في بعثة إلى دولة السودان الشقيق، فحدثنا عن أهمية ذلك. أولا أهلا بحضرتك أستاذ وليد وبالسادة المشاهدين. في إطار استراتيجية بناء الوعي 2021 التي أعلنتها وزارة الأوقاف المصرية بالشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعقد عدة ندوات ومحاضرات ولقاءات وفعاليات، تأتي هذه الدورة المشتركة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة. الهدف منها عملية تثقيف وبناء وعي ديني رشيد يجمع بين شباب المراسلين لوزارة الأوقاف في الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الديني، مجموعة من الواعظات، مجموعة من الأئمة، إضافة إلى عملية الدمج والمعايشة والتواصل المستمر بين الأئمة والواعظات والمثقفين من خلال شباب الإعلاميين العاملين في الحقل الديني. في هذه الندوة سيكون فيها مجموعة من كبار الإعلاميين على رأسهم الأستاذ كرم جاب، ومجموعة من العلماء معنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية، ومجموعة من العلماء، والهدف التثقيف الديني المستنير والتحديات التي تواجه الإعلام الديني. في هذا التوقيت أيضا لدينا قفلة الحقيقة تؤتي ثمارها بقوة، تجوب ولايات الخرطوم، النيل الأبيض، كردفان، شمال دارفور، جنوب دارفور، فيها 5 واعظات و6 أئمة، وتلقى ترحيب وحفاوة بالغة من أشقائنا السودانيين، وهي الفعالية الثالثة بين وزارتي الأوقاف المصرية ووزارة الشؤون الدينية في السودان، وعلى تواصل دائم يوميا مع معالي وزير الأوقاف السوداني للاستفادة المثلى من هذه القافلة وللبناء عليها في المستقبل إن شاء الله. كل شكر حضرتك سيادة وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. إذن محمد، بالفعل تأتي هذه الندوة التي تنعقد هنا في محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ في ظل استراتيجية بناء الواعي 2021. نعم. معكم في الأستوديو محمد. نعم، الزميل وليد هيكل مراسل أخبار مصر من شرم الشيخ، لك جزيل الشكر وللسيد الوزير.